السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم عندنا فيديو جديد انه اجمل خمس بنات في اليوتيوب. لا تنسون تطول لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلون الجرس. يلا نبدأ. بيسان اسماعيل وهي بنت سورية لها قناة في اليوتيوب حوالي 4 ملايين مشترك، تقدم محتوى ترفيهي للأطفال وللمراهقين. كانت في بدايتها تصور مع محمد جواني، وسبب انفصالهما سبب استغلال محمد جواني في بيسان للمشاهدات، وهي فتاة جميلة وأتمنى تقيموا لجمالها من 10 تعاليم. تولاف وهي ممثلة عراقية لها قناة في اليوتيوب حوالي 1,000,000 مشترك، وفي الانستغرام تابعينها حوالي 5 ملايين، وهي اشتهرت عبر القنوات العراقية والتلفاز العراقي، وهي متزوجة واسم زوجها رزاق وهو ايضا ممثل. اتمنى تقيمون جمالها من 10 تعليق. نارين بيوتي وهي فتاة سورية لها حوالي 7 ملايين مشترك في اليوتيوب، ولها 5 اخوان، وكل اخ له فوق 1,000,000 مشترك، وهي فتاة جميلة ايضا. اتمنى تقيموا لي جمالها من 10. مريانا وهي بنت سورية لها قناة في اليوتيوب حوالي 500,000 مشترك، وهي من أحد أعضاء فريق فافا نوبلي، وقد اشتهرت عن طريق فيديوهات فافا نوبلي، وانضمت لفريق فافا نوبلي منذ سنة أو منذ عام. أتمنى قيموا لي جمالها من 10 في الكومنتات. وفي المركز الخامس اللايك والاشتراك أكيد يعني أحلى من البنت. تحياتي للبنات ومع السلامة. تحياتي للبنات. هلا.